إثر وقوع حادث مروع قبيل أيام بفعل صدم قطار قادم من فاس نحو تازة بجماعة ودمليل بسيارة من الحجم الكبير، وتسبب في وفاة 3 أفراد من أسرة، وبرزت أولى المؤشرات تعثر العربة بممر غير محروس يمثل معبر الساكنة الدوار الحاج بغيات السفلى، وتمر به حوالي 600 سيارة يوميا. ريبورتاج سعد معواج، مصطفى الزاهري، وحنا بن جلون. توجهنا صوب الحاجز الغير المحروس بدوار الحاجب قرب ودمليل لنتحرى وقائع الحادث المهول الذي راح ضحيته 3 أشخاص من عائلة واحدة إثر تعثر عربتهم في الممر ليتلقفها القطار بشكل مأساوي. كتوقف ليه خصك حتى تشوف توقف يمكن توقف وترقب عاد باش تبان لك التران. جاو الجبال هنا دارقين، ما جاش هذاك الشيء واضح لنا على حساب ضروري من القنطره. الناس تتلاقاو في الليل مع الترا ما كتبانش ما تجي هذه الدروه هذه ما كتبانش، تتلاقاو مع هذاك الناس برانيين ما تلقاو ما عرفوش البلايك الهيه ما باينينش، رام الهيه ما باينينش مغطيين بالزرع. فعلى طول شريط السكك الحديدية من فاس صوب تازة انتقلنا شيئا فشيئا عبر الممرات التي جعلتنا نتأكد من غياب الحراسة والتي تمثل في أقل الدرجات جهاز إنذار يحيلنا على بعض من شروط السلامة وضمانات الحياة. في حوالي الساعة 9:30 احنا سمعنا الحجم ديال الصدمة، وطبعا القطار يتوقف بشكل اللي هو قوي وكاد أنه يحدث فيه واحد لا توازن. حادث ودمليل في ظل المعطيات وأحوال ممرات السكك الحديدية المفتقدة لحراسة دائمة أو قناطر الولوج حتما سيسجل ضحايا أكثر فأكثر. اللهم من إجراء استعجالي واحترازي يوفر حق الحياة لسكان الدواوير والمداشر.